المشاركة في صناعة مستقبل بلادهم. ومشاهدينا الكرام، من خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعظم الجلسات الخاصة بهذا المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي انعقد في ختام عام الشباب، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في معظم هذه الجلسات أنه مطمئن بهذا الشباب، وأنه على قدر كبير من الوعي والثقافة اللازمة من أجل التنمية التي يأمل فيها، وذلك لبناء مستقبل أفضل لهذا الوطن خلال المرحلة القادمة. الكثير من الجلسات انعقدت في إطار هذا المؤتمر، وضمن فعاليات هذا المؤتمر كانت المشاركة السياسية من أبرز الجلسات التي انعقدت، والتي كان عنوانها تقييم المشاركة السياسية الشبابية في البرلمان، في تأكيد واضح على الاهتمام بعنصر الشباب والاهتمام أيضا بتمكين الشباب لكي يتولى الكثير من المناصب القيادية، وأيضا أن يشارك بشكل أكبر في الحياة السياسية. تقدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال حضوره لهذه الجلسة، جلسة محاكاة الدولة المصرية، أكد على أهمية المشاركة والتفاعل فيما بين الشباب والدولة، وأيضا أكد على تطلعه لمواصلة جهود إعداد الشباب والكوادر الشابة المصرية ومتابعة توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب من أجل الاستمرار في جهود تمكين الشباب وتعزيز مساهمتهم في مسيرة التنمية. جدير بالذكر أيضا مشاهدينا الكرام أن عدد الجلسات كان 83 جلسة عامة وورشة عمل و126 ساعة عمل في محاولة للتعرف على رؤى الشباب والتواصل فيما بينهم وبين الحكومة ومؤسساتها وبين الدولة، حتى لا يكون هناك هو أو فراغ فيما بين الشباب وبين الدولة، وأن يكون هناك تواصل للتعرف على رؤاهم وعلى إبداعاتهم وابتكاراتهم في شتى المجالات. وقد وصل الآن السيد جمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، ويرافقه وزير الدفاع سيد صدقي صبحي، واستقبله الشباب بالتصفيق. مشاهدينا الكرام، دقائق قليلة ويحضر السيد الرئيس إلى داخل قاعة المؤتمرات الذي تتم فيه فعاليات الختام الخاص بهذا المؤتمر، والذي سوف يكون هناك جائزة الإبداع السنوي. هذه الجائزة التي تعمل على تشجيع الشباب على الإبداعات الفنية والرياضية والثقافية وأيضا العلمية، في تأكيد واضح عنصر الشباب في بناء هذا الوطن. الكثير من الجلسات عقدت أيضا في هذا المؤتمر، وتشمل مختلف المجالات وأيضا مختلف المشكلات التي يعاني منها الشباب. التعليم كان محور من المحاور الهامة التي ارتكزت عليها الكثير من جلسات المؤتمر الوطني الأول للشباب، وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك خلال حضوره لجلسة التعليم المدمج. التعليم المدمج وماهية التعليم المدمج، وأنه لابد من العمل على الجمع بين التعليم بالشكل التقليدي وأيضا الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وأنه أيضا لابد من عدم الاعتماد على التلقين فقط، ولكن لابد من الاهتمام بشخصية الطفل، وأيضا أن يكون هو الباحث الأساسي وراء المعلومة وليس الاعتماد بشكل أساسي على المعلم. التعليم المدمج رؤية جديدة لتطوير التعليم المصري كانت حلقة نقاشية، وكانت جلسة أيضا كان يحضرها الدكتور فاروق الباز العالم المصري الكبير، الذي تحدث على أن المصريين بالفعل قادرون على أن يقدموا صورة مشرفة لمصر في الخارج، وذلك من خلال التعليم الجيد، وأن التعليم يعتبر هو اللبنة الأساسية لتحقيق التنمية أي مجتمع. أيضا حضر السيد الرئيس عدة جلسات من ضمنها في ختام هذه
الفعاليات أو في اليوم الثالث والأخير جلسة حول مسببات العنف في الملاعب وسبل عودة الجماهير، والتي عرض خلالها المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب رؤية وزارة الشباب في هذا الأمر من أجل عودة الجماهير مرة أخرى إلى الملاعب المصرية، حيث تواجه عودة الجماهير إلى مباريات كرة القدم تحديات عدة، وكان هناك مقترحات مختلفة للتغلب عليها مما يحدث، كما تحدث أيضا عدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء والرياضيين والشباب عن هذا الأمر. الرئيس السيسي أكد خلال هذه الجلسة على ضرورة تكاتف جهود الدولة والمجتمع من أجل التغلب على الصعوبات التي تواجه عودة الجماهير إلى الملاعب، مشيرا إلى أهمية تبني حلول عملية وغير تقليدية لهذه المسألة، فضلا عن تعزيز روح الانضباط والالتزام عند حضور الجماهير للمباريات، بما يبرز الشكل الحضري لمصر، ويحول دون نجاح محاولات البعض بعض العناصر لتشويه صورتها وهدم الدولة. وأوضح السيد الرئيس أيضا في هذا الإطار، أوضح أن الدولة حرصت خلال العامين الماضيين على التحلي بدرجة كبيرة من ضبط النفس وإعلاء فكرة تدعيم الاستقرار. أيضا من ضمن الجلسات المهمة التي حضرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت جلسة حول تأثير وسائل الإعلام على صناعة الرأي العام الشبابي، التي تحدث فيها عدد كبير من الإعلاميين وأيضا الأكاديميين والمتخصصين في المجال الإعلامي وأعضاء مجلس النواب. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على محورية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة وعلى تأثيرها المباشر على الرأي العام، وأشار إلى أن التحلي بقيم الصدق والأمانة والتجرد هو طريق الأمثل لنشر الرسالة الإعلامية، ولفت النظر إلى المسؤولية أنها تعتبر بالفعل كبيرة وثقيلة وملقاة على عاتق وسائل الإعلام في ضوء تأثيرها البالغ والكبير على الرأي العام. نوه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ما تمر به وسائل الإعلام في مصر من تغيرات واضحة منذ عام 2011، مشيرا إلى أن التجربة الإعلامية المصرية تتطور بمرور الوقت، وأكد سيادته على متابعته وبكل دقة لوسائل الإعلام، وأشار إلى أنها تضر أحيانا دون قصد بمصالح مصر وعلاقاتها الدولية. السيد الرئيس أوضح أيضا في هذا الإطار أن الدولة حريصة على استقلال وسائل الإعلام، وشدد على عدم توجيه أي منها بالهجوم على من يسيء إلى مصر، وأكد أن عدم الرد على الإساءات التي توجه من جانب بعض الدول يجسد طبيعة الشخصية المصرية التي تؤمن أن أبلغ رد يكون بالصبر والعمل والبناء والتعمير. المؤتمر الأول للشباب والذي جاء نتاجا لإعطاء إشارة البدء من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان عام 2016 عاما للشباب، وانطلق تتويجا للأنشطة التي تم تنفيذها منذ إعلان السيد الرئيس لهذا الأمر في يناير الماضي من عام 2016. وقد استهل السيد الرئيس هذا الأمر عن طريق إعطاء الأوامر أو الأمر لوزارة الشباب بالاهتمام بشكل موسع وأكبر بالشباب في كل مجال وفي كل مكان من مجالات الرياضة، حتى يكون لشباب مصر المتميزون مكانا في مصر. وأيضا يعد منتدى الحوار الوطني الذي أطلقته وزارة الشباب صاحب دور كبير في الوصول إلى هذا المؤتمر الوطني الأول للشباب، إذ كان منتدى الحوار الوطني يعقد أو كان كل مركز من مراكز المحافظات يتم اختيار 200 شاب وفتاة، فيما يتم عمل تصفية للوصول إلى 20 شاب، وعلى مستوى المحافظة 300 للمحافظة 300 متسابقة. تقدر الإشارة إلى أن الأمر الذي يحكم هذا الموضوع الجدية والالتزام والانضباط وأيضا المبادرة، فيجب أن يقوم كل شاب بتقديم 3 مشكلات وإيجاد أو عرض الحلول والرؤى لهذه المشكلات.
مشاهدين الكرام، جلسات كثيرة وورش عمل أيضا كثيرة كانت على مدار 3 أيام ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي انعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحن الآن مشاهدين نشهد معا بدء هذه الفعاليات الخاصة بختام المؤتمر الوطني الأول للشباب، وفي انتظار قدوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قاعة المؤتمرات التي تشهد حفل الختام أو فعاليات ختام هذا المؤتمر. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا كانت له الكثير من الاقتراحات الخاصة بالجلسات التي تهتم بشكل أساسي بالمشاركة السياسية وبشكل خاص العلاقة بين الحريات العامة وبين المشاركة السياسية. الرئيس اقترح أن يكون هناك عقد لقاء شهري لمناقشة ومتابعة تنفيذ التوصيات التي ستخرج عن هذا المؤتمر، وأشار إلى أهمية تشكيل لجان من الشباب لتسجيل ما يطرح من أفكار بناءة وبلورة لتوصيات عملية ومتابعة عملية أيضا لتنفيذها. وهذا هو ما أكد عليه السيد الرئيس في الكثير من الجلسات الأخرى التي تحمل أيضا موضوعات أخرى إلى جانب المشاركة السياسية، ضرورة المتابعة والتأكد من أن تتحول أي توصيات وأي قرارات تخرج عن هذه الجلسات وعن المؤتمر الوطني الأول للشباب إلى بالفعل على أرض الواقع، تنفذ على أرض الواقع ولا تكون مجرد حبر على ورق. أزمة سعر الصرف والسياسة النقدية، الأسباب والحلول، كانت عنوان إحدى الجلسات المهمة التي تحدث خلالها السيد عمرو الجرحي وزير المالية وعدد من خبراء الاقتصاد والسياسيين والمختصين في السياسة النقدية تحديدا. السيد الرئيس كان قد تحدث خلال هذه الجلسة عن تعدد وتداخل العوامل والأسباب الاقتصادية التي أدت إلى أزمة سعر الصرف، موضحا أن هناك من يقومون باستغلال الظروف الحالية التي تمر بها مصر واتخاذ إجراءات منظمة تساهم في تعميق تلك الأزمة من أجل النيل من تماسك المصريين وخلق حالة من عدم الرضا بين صفوف المصريين والسخط العام بهدف زعزعة استقرار مصر، لا سيما في ضوء نجاح المصريين في التغلب على جميع التحديات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية. وأوضح السيد الرئيس في هذا الإطار أن الدولة تتخذ كل ما يلزم من جهد من أجل التصدي لهؤلاء الذين يحاولون أن يعبثوا بأمن الوطن وأيضا بمقدرات الشعب عن طريق إثارة الشائعات والبلبلة وأيضا قيامهم بالتأثير على أسعار السلع الأساسية وتوفير حالة من التذبذب فيما بين المواطنين وبعضهم البعض من أجل العبث باقتصاد الدولة. الأحزاب السياسية ودورها في تنمية المشاركة السياسية للشباب كانت أيضا جلسة من الجلسات الهامة التي أيضا حضرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشارك فيها، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب. شارك أيضا في أعمال هذه الجلسة عدد من رؤساء وأعضاء مجموعة من الأحزاب السياسية، وتحدث السيد الرئيس عن تجربة التحول الديمقراطي التي تعيشها مصر حاليا، وأكد على ما تشهده من نمو وتطور تدريجي، وأوضح أيضا أن ازدهار هذه التجربة يحتاج إلى الإنصات وباهتمام إلى الطرف الآخر خاصة إذا كان من قبله، وشدد على أن ذلك يعد الأساس اللازم لنجاح هذه التجربة. وأكد سيادته على أهمية العمل على اختيار الأكفأ والأفضل لمصر حتى تستطيع المضي قدما بخطوات واثقة نحو مستقبل أكثر إشراقا. وأشار السيد الرئيس إلى أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يهدف إلى ضخ دماء جديدة في شرايين أجهزة الدولة وليس إنشاء منصة ذات طابع أو أهداف سياسية. السيد الرئيس عقد لقاء آخر مع شباب الجامعات والإعلاميين ومحرري الرئاسة، وأعرب عن سعادته بعقد هذا المؤتمر الوطني الأول للشباب وما أتاحه من فرصة للاستماع إلى وجهات نظر مختلفة للشباب إزاء الكثير من القضايا والموضوعات، وأشار
وأكد على شعوره بالاطمئنان على مستقبل مصر في ضوء ما لمسه من حماس ووطنية وعزيمة شبابها. فيما يتعلق بمشاركة الشباب في الحياة السياسية، فقد كان هناك لقاء ضم ممثلين من 21 حزبا سياسيا ومختلف التيارات والتوجهات السياسية بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلال اللقاء أشاد السيد الرئيس بمشاركة الشباب في العمل السياسي ومساهمتهم في إثراء النشاط البرلماني أيضا، مؤكدا على أن شباب مصر يبعث الأمل وأنه لا خوف عليه في وجود شبابها، وأن مصر ستتمكن بطاقة وعطاء شبابها من تخطي جميع التحديات، مؤكدا على ثقته في قدرة الشباب المصري على مواجهة أي صعوبات أو تحديات. أيضا أشاد السيد الرئيس بقدرة الشباب المصري على صياغة مستقبل أفضل لبلادهم، وأهمية أن يشكل الشباب جسرا بين الدولة والشعب وأن يساهموا في زيادة الوعي الحقيقي بالتحديات القائمة، ويطرح الأفكار التي تساعد على التغلب على هذه التحديات. حوار السيد الرئيس مع الشباب وممثلي الأحزاب السياسية كان به حرص على فتح المجال السياسي أمام الجميع، مشيرا إلى أن كل الأحزاب السياسية تعمل بلا قيود، وأنه لم يتم المساس أو الصدام مع أي حزب من الأحزاب السياسية القائمة. أيضا كان هناك حديث عن أهمية الدفع بالشباب ومشاركتهم في انتخابات المحليات القادمة، وتأكيد من القيادة السياسية على أهمية مساهمة الشباب في الارتقاء بالمحليات والنهوض بأوضاعها. السيد الرئيس قد أشاد بعدد من الأفكار والرؤى التي طرحها الشباب خلال هذا اللقاء أو ورشة العمل. هذه كانت بها حديث على أن يراعي الجميع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حتى تتمكن مصر من تجاوزها قريبا، كما أكد سيادته على حرص الدولة على تقديم جميع التسهيلات الممكنة للشباب لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر واتخاذ خطوات تسهل من إنشاء هذه المشروعات وتمويلها. أيضا ضمن الفعاليات الخاصة بالمؤتمر الوطني الأول للشباب كان ماراثون السلام. هذا الماراثون الذي انطلق وذلك مع إشراقة شمس اليوم الثاني من أيام المؤتمر أو من فعاليات هذا المؤتمر، المؤتمر الوطني الأول للشباب بانطلاق ماراثون السلام. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة، الحضور الكريم، شباب مصر العظيم. في الحقيقة إن صياغة مقدمة لختام هذا الحدث الفريد والمتميز يعد أمرا صعبا، فالكلمات ربما لن توفي ما يختلج بصدورنا من طاقات إيجابية. والحقيقة التي ربما يتقاسمها معي الكثيرون هنا في هذه القاعة أننا أتينا إلى هنا ولم يكن طموحنا يرنو إلى ما وصلنا إليه. فهنا كانت مصر الشابة التي ظننا أنها حلم بعيد المنال، فوجدناها واقعا بين أيدينا. وهنا كانت مصر البيت الكبير الذي اجتمعنا من أجله جميعا. هنا كان شباب مصر موجوداً بكل أطيافه وفئاته، شباب الجامعات، شباب رجال الأعمال، شباب الأحزاب السياسية، شباب الإعلام والصحافة، شباب المبدعين والفنانين. أتوا من كل حدب وصوب، جاءوا بالفكرة ممزوجة بالحماس والأمل، جاءوا من أجل المستقبل. كانت الرحلة من كل ربوع مصر، من هنا، من مدينة السلام، من أجل صياغة الحلم. على مدار 3 أيام كانت الفرصة متاحة للحوار وتبادل الرؤى واقتحام المشكلات. كنا أسرة كبيرة في البيت الكبير، حاولنا جميعا أن نجتهد لإخراج هذا المشهد على أكمل وجه شكلا وموضوعا.
بداية من السيد رئيس الجمهورية الذي اتخذ هذه الخطوة الجريئة ووضعها تحت رعايته، وانتهاء بشبابنا، شبابنا الذين قدموا أنفسهم على أكمل وجه، وكانت النتائج إيجابية حتى وإن واجه المؤتمر بعض الصعوبات. واجه المؤتمر بعض الصعوبات، فربما أتى بعض الشباب ولم يستطع إيصال فكرته أو تحقيق هدفه، ولذلك فإن من هنا جاءت فكرة استمرار الحوار والتواصل من خلال الموقع الإلكتروني للمؤتمر أو من خلال اللقاءات الشهرية أو أي مكان من وسائل. المهم أننا جميعا دولة وشعبا تحققت إرادتنا في الحوار والتواصل، ويكفينا مكسبا أننا جلسنا وجها لوجه شبابا وحكومة وبرلمانا وأحزابا وخبراء وعلماء، فتلك لوحة مصرية خالصة وأيقونة نجاح. واقتنص الشباب تلك الفرصة وحولوا طاقتهم إلى جهد حقيقي وعمل دؤوب، وكانت أروقة هذا المؤتمر وقاعاته تضج بالحياة، وكانت كل لحظاته مفعمة بالأمل. كان الإبداع ملازما لكل الفعاليات والأنشطة، والانطلاق نحو المستقبل بات واقعا ننشد جميعنا جني ثماره. السيدات والسادة، ما حققه المؤتمر الوطني الأول للشباب من نتائج وما شهده من زخم في الحوار والنقاش وما صاحبه من روح طيبة ونوايا مخلصة يعد وبحق سابقة في تاريخ علاقة الدولة بشبابها، وإعادة اكتشاف لمراكز ثقل أمتنا العظيمة. السيد الرئيس، السيدات والسادة، اليوم وفي بداية افتتاح الجلسة الختامية لهذا الحدث الكبير نستهلها بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا بسلطان
سلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ولأن ما تم من جهد بين جنبات هذا المكان الذي شهد جلسات مكثفة ومتنوعة المحاور والرؤى، كان لابد أن يكتمل بتوثيق للرؤى والآراء والمقترحات على اختلافها. والآن مجموعة من شباب المؤتمر الذين شاركوا في الأعداد والتجهيز يقدموا لنا ملخصا عن أعمال وتوصيات المؤتمر. المؤتمر الوطني الأول للشباب تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ابدع، انطلق. مصر، مصر بتعاني بقالها سنين. مصر، مصر شابة بتطلب التغيير. مصر، مصر بشبابها هتحقق المستحيل. أولادك يا مصر أبدا مش هيسيبوكي لأنك تستحقي كتير. ابدع، انطلق هو عنوان مؤتمرنا الوطني الأول للشباب، واللي بيمثل حالة فريدة في تاريخ مصر الحديث. عيلة مصر بتتجمع من كل حتة فيها، من اسكندرية لأسوان ومن العريش للسلوم. شباب من مختلف التخصصات والتوجهات والانتماءات. شفنا اندماج حقيقي بين الشباب على مختلف المستويات. شفنا الاختلاف من غير خلاف، اختلاف مثمر بناء خلق تكامل ما بيننا، خلانا نحس ان كلنا واحد. شفنا مشهد يليق بمصر الجديدة، الشباب بيتقابل مع السيد الرئيس ومن غير حواجز، بيتكلم معاه ويسمع منه وكمان بيجري معاه. ودي كانت رسالة سلام من شباب مصر لكل العالم. شفنا الشباب بيقعد جنب الوزير والمسؤول يتناقش معاه ويستفيد منه ومن خبراته. شباب كان كل أمله في يوم من الأيام إن حد يسمعه. النهاردة صوته مش بس بيتسمع، لأ ده كمان بيتاخد في عين الاعتبار. شفنا البداية في تأهيل الشباب وإشراكهم عشان يتم تمكينهم. تمكين الشباب النهاردة ما بقاش شعار، لكنه بقى واقع الدولة بتنفذه بخطوات حقيقية. ولأن الأرقام بتدينا صورة واضحة عن فعالية المؤتمر ومدى نجاحه، هنخلي الأرقام هي اللي تتكلم. شارك في المؤتمر 3000 شاب من مختلف محافظات الجمهورية. كان في 487 متحدث خلال المؤتمر، منهم 330 شاب، بإجمالي عدد جلسات 83 جلسة وورشة على مدار 120 ساعة عمل. محور الاقتصاد كان من المحاور اللي لها نصيب الأسد معانا بعدد 15 جلسة وورشة، كلم فيها 120 متحدث منهم 80 شاب. اتكلمنا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كمان اتكلمنا عن المشاكل اللي بتقابلها، دورها في القضاء على البطالة البيروقراطية. وخرجنا بتوصيات أهمها إنشاء هيئة مستقلة ومركز إبداعي للمشروعات وتعديل التشريعات القانونية دعما للاستثمار. كمان ناقشنا العدالة الاجتماعية وحاولنا نفصل لمفهوم واضح لها. خرجنا بتوصيات مهمة منها التأكيد على وصول الدعم لمستحقيه، كمان دراسة تحويل الدعم العيني إلى نقدي. من المحاور الاقتصادية المهمة اللي ناقشناها أزمة سعر الصرف للعملات الأجنبية، ووصلنا إلى أن الحل فيه رفع قدرة الإنتاج وتنفيذ برامج الإصلاح المتكاملة. المحور السياسي كمان كان حاضر معانا بقوة، 23 جلسة في المحور السياسي ما بين ورشة وجلسة، بإجمالي 137 متحدث منهم 121 شاب.
واتكلمنا عن المحليات واتكلمنا عن أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات اللي جاية في جلسة المشاركة السياسية ودور الشباب فيها، ناقشنا مفهوم المشاركة ومستوياتها وكمان التحديات اللي بتواجهها، وخرجنا من الموضوع بأهمية إنشاء هيئات مساعدة للوزراء من الشباب مع التأكيد على زيادة الدعم السياسي والوعي السياسي للشباب بكل السبل الممكنة. محور التعليم من المحاور المهمة اللي كانت كمان حاضرة معانا. ناقشنا في المؤتمر محور التعليم وخصصنا له 14 جلسة وورشة عمل. شارك فيها 95 متحدث منهم 63 شاب. تكلمنا في الورش دي عن كيفية ربط منظومة التعليم بسوق العمل، مفهوم التعليم المدمج وكمان البحث العلمي. وخرجنا بمجموعة من التوصيات منها العمل على تجهيز دراسات وافية عن احتياجات سوق العمل، ربط احتياجات المشروعات القومية بسوق العمل، تفعيل هيئة جودة التعليم والاهتمام بالمعلم بما يكفل له أداء رسالته بشكل مرضي. وعشان الإنسان هو أهم مورد من موارد التنمية، كان محور الثقافة من أولويات أجندة المؤتمر. ناقشنا ملفات وقضايا كتيرة تخص الثقافة في حوالي 30 جلسة وورشة عمل. حضر فيها 160 متحدث منهم 112 شاب. اتكلمنا في الورش دي عن التراث المصري والفنون والثقافة ودور الأدب والفن في التنمية المجتمعية. وكمان كان في مسرح للمواهب. وخرجنا من كل الجلسات دي بمجموعة توصيات، منها زيادة الوعد الثقافي والاعتزاز بالتراث الثقافي المصري والاهتمام بالأفلام الوثائقية وتفعيل دور المجتمع المدني لدعم المسرح والاهتمام بقصور الثقافة والبيت الفني للمسرح. وفي محاور تانية كتيرة كانت مهمة زي نموذج محاكاة الدولة المصرية ومعرض الفنون والصالون الثقافي. ووصلنا كمان لتوصيات تانية كتيرة زي إطلاق المشروع القومي لتأهيل شباب الدعاة وسرعة إصدار القانونين المنظمة للإعلام والبدء في دراسة كيفية عودة الجماهير للملاعب. وكمان تنمية الصعيد وتعمير سيناء كانت من أولوياتنا، وإطلاق برامج توعية صحية لأضرار المخدرات وإصدار تشريعات رادعة للهجرة غير الشرعية، وكمان تجديد الرقابة على المصنفات الفنية وتفعيل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وإنشاء نقابة للإعلاميين، وأخيرا وضع آلية متابعة لتنفيذ توصيات هذا المؤتمر. وفي النهاية قبل ما نختم مع حضراتكم الكلام، كنا عايزين نفكركم بحاجة. التجارب الدولية أثبتت أن التحول الديمقراطي للأمم ما بيكونش سهل ولا طريقه مفروش بالورود، ده بيكون مليان صعاب وتحديات وتخبط. ومصر دولة عدت بثورتين في 25 يناير وفي 30 من يونيو عشان تصحح مسار الديمقراطية وعشان تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية. احنا كشباب متفائلين بمستقبل البلد رغم الصعاب، لاننا واثقين في الله وفي قدرة شبابنا الوطني. ومن هنا ولكل شباب مصر، مصر مستنياكم، مصر فتح لكم دراعاتها، عشان خلاص ما فيش طريق عشان نبني بلدنا غير لو كنا كلنا ايد واحدة عشان نرجعها لطريق النور ونكمل مسيرة الإصلاح. دلوقتي تعالوا حضراتكم نتخيل مستقبل المؤتمر ده بعد 15 سنين من النهاردة. هيكون أفرز لنا منه وزراء ومحافظين ونواب مجلس شعب ورجال أعمال وأساتذة جامعات، بس المرة دي حقيقيين مش افتراضيين زي اللي شفناهم في نماذج المحاكاة، وقادرين يتحملوا مسؤولية وطن. رسالتنا للشباب: اجتهد وتعلم وحاول، مصر تستحق منك التعب، مصر تستحق منك الحماس، مصر أكبر من كل الخلافات السياسية، مصر أكبر من أي مكاسب شخصية، مصر فعلا تستحق. وإيمانا من الدولة بوجوب مشاركة الشباب في صنع القرار، فقد قرر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فتح باب تلقي الآراء والمقترحات عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر وكافة مواقع التواصل الاجتماعي على مدار العام، على أن يخصص فريق عمل لدراستها والرد عليها ومتابعة آليات تنفيذها. وبإذن الله نقابل حضراتكم السنة الجاية في نوفمبر في نفس التوقيت عشان نشوف قدرنا نحقق قد إيه. الدور جه علينا، هنقدر وهنحقق المستحيل.
وبقوة شبابنا مصر تستطيع. شباب مصر، السيدات والسادة، لكل جيل سمات معبرة عنه، ومن أهم هذه السمات هي الموسيقى والغناء، ولهذا الجيل من الشباب موسيقاه التي يحبها ويفضلها. ولكوننا في مؤتمر للشباب، فكان ينبغي أن يشمل احتفالنا نموذجا من أنماط غناء شبابنا. الآن مجموعة من الأغاني لفريق بلاك تيما. من 10 سنين وأكتر ابني الأكبر شاب فارع لونه أسمر، كان جميل صوت صوته عنبر حتى فوق مدينة بلدنا لما كان يطلع يكبر. كل خلق الله تكبر، كنت ألف معاك كفور مصر ونجعها بالربابة، هو يغني سيرة الأبطال أبو زيد والزناتي وعنطر. حتى جي اليوم وانطلب للجيش رح يوميها ويا شبان البلد عالجيها دي، كلهم راحوا وعبروا وبعدها رجعوا إلا هو راح مجاش. وانتظرت كتير على شط القناة، قلت لازم يوم هيرجع لحد في يوم ما شفته من بعيد جاي مغبر سحت أكبر. الله أكبر. حلوة بلاد السمرة بلاد الحرة بلاد الصبرة بلاد، حلوة بلاد السمرة بلاد الحرة بلاد الصبرة بلادي. ولا على الرغم بغني أملك شهير إني أغني وتعيش يا مصر يا مصر. وأنا على الرغم بغني أملك شهير وأمل للجنود أمل للمصر، ليك يا مصر وليك يا مصر وليك يا مصر. حلوة بلاد السمرة بلاد الحرة بلاد الصبرة بلاد، حلوة بلاد السمرة بلاد الحرة بلاد الصبرة بلاد. وأنا على الرغم بغني وباك كل خطوة تعدي تعدي عالطريق الصح يا مصر. وأنا نحيا مصر، حلوة بلاد السمرة بلاد الحرة بلاد الصبرة بلاد، حلوة بلاد السمرة بلاد الحرة بلاد الصبرة بلاد.
تغنيش عليا الله لو طريقي نار وكوي الله لسه قادر على الخطاوي الله لو طريقي نار وكوي الله لسه قادر على الخطاوي
طب نكمل حفلتنا النهارده احتفال صح؟ نقعد ونكمل حفلتنا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شبابنا العظيم، السيدات والسادة، الحضور الكريم، أبدع انطلق كان الشعار، الحوار بصراحة كان المنهج. خرج المؤتمر بنتائج إيجابية عديدة، زاد المؤتمر إيجابية تحوله لمنصة لعرض كل القضايا ليست فقط قضايا الشباب. هذا هو ملخص المؤتمر الوطني الأول للشباب. كان اختيار كلمة الإبداع ليست صدفة، ولكن الإبداع هو صفة إنسانية اقترنت بالشباب، شباب الفكر وشباب المضمون. إننا في وطن نحتاج إلى الإبداع، الإبداع في كل شيء، الإبداع في العمل، الإبداع في الأخلاق، الإبداع في إيجاد حلول للمشكلات. نريد إبداع في الثقافة، في الفن، في الرياضة، في الأدب، في التعليم، في الصحة. ولهذا من أهم فعاليات المؤتمر هو استحداث جائزة الإبداع للشباب. نعمله النهارده تاريخ لبكره. التاريخ ما بيفتكرش غير اللي ابدع، غير اللي شافها بشكل تاني وقدر يغير وخلى كل الناس تشاور عليه، اللي قرر يسيب بصمته، واللي بيزرع ويحصد، واللي بيفكر ويبدع، واللي بيحمي ويحرس، اللي بيقدم روحه كل يوم في ده وطنه. والنهارده مصر بتكرم 8 من شبابها المبدعين. كان مش حد يمسكني من دراعي كده عشان خاطري انا امشي دلوقتي، قلبي هيقف لو حد عرف ان انا لقيتك هنا هخسر اخوتك. عرفت مين اللي عمل كده؟ للاسف القاتل هرب. تعرف الموضوع دوت لو تعرف هيحصل ايه؟ ايه وانت واقف مكانك شايف احلامك بس مش طايلها؟ وقت كتير ضاع وانت مستني حاجه حلوه تحصل لك لكن ما بتحصلش. كم مرة قلت لنفسك الكلام ده؟ حظي قليل في الدنيا، الطريق صعب، مش أي حاجة في حياتي، بس للأسف مش بإيدي. كم مرة قلت هبدأ من بكرة وبكرة ده مش بإيدي أبدا. كل ده محبط فعلا، بس عارف إيه المحبط أكتر؟ إنك تبقى مصدق كل الكلام اللي فات ده. لو أنا بظروفي دي قدرت أعمل حاجة، يبقى أكيد كل واحد فيكم بإيده يعمل حاجات أكتر. لو عايز تنجح بإيدك تنجح، لو عايز توصل بإيدك توصل، المهم تبقى مصدق نفسك. Please.
شغل في قناة السويس وشغال مع مشاريع تانية كتير في سيناء، وكل ده هدف تنمية سيناء. وحقيقة لما الواحد اشتغل مع الناس الألمان، مع الألمان المصنعين المكن، اشتغل معاهم عارف ان يعني احنا مش بعيد قوي، يعني احنا نقدر نقرب، نقدر نعمل اكتر من كده، نقدر نجتهد. شباب مصر هم امل مصر. مصر بيكم هتبقى حاجه كبيره قوي. مصر بيكم هتكبر وتتقدم. يلا يا شباب مصر. تفضل سياده الرئيس لبدء المراسم. المؤتمر الأول الوطني للشباب للمخرج محمد شاكر خضير. أبدع في كثير من الأعمال الدرامية وآخر أعماله جراند أوتيل. جائزة ثانية لمريم أحمد بيومي طالبة صف ثالث ثانوي، ما اشتكتش من الامتحانات ولكن أسرت وطنها باختراع عظيم. الجائزة الثالثة لجون مجدي سامي الصيدلة واختار أن يبدع في مجال الفضاء. الجائزة الرابعة لفاطمة أحمد سعيد العالمية. الفنان والمخرج محمد محمود مكي الجائزة الخامسة حصل على العديد من الجوائز في الإخراج والتمثيل. جائزة الدولة التشجيعية لعام 2015 عن مسرحية درغوش نجم محمد منير. الجائزة السادسة لمحمد هاني عمرو مهندس محمد هاني عمرو اتفضل. اختار أن يبدع في مستقبل مصر في أنفاق قناة السويس والعديد من المشروعات القومية الجديدة. الجائزة السابعة لحسام شحاتة. حاصل على جائزة الدولة التشجيعية في إدارتها في عام 2015. أضاف لينا كثيرا، علمنا يعني إيه إرادة، علمنا يعني إيه تحدي. إبراهيم حماتو. We'll be right back.
الآن إننا جميعا ننتظر أن نستمع إلى راعي هذا الحدث وكلمة السيد رئيس الجمهورية السيد رئيس عبد الفتاح السيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة قبل ما أبدأ كلمتي أنا فخور قوي قوي النهاردة بيكم. أنا أتصور أن كل المصريين النهاردة خلال الثلاث أيام اللي فاتوا دول كانوا في تقديري، يعني من أفضل ثلاث أيام مر عليهم من سنين طويلة فاتت. وأنا بحبكم وأنا بحبكم جدا جدا جدا. وكمان متهيألي للعالم كله النهارده كمان بالصورة الجميلة اللي خرجت من مصر خلال الثلاث أيام اللي فاتوا دول كمان هيغير وجهة نظره، وكمان هيخلينا احنا كلنا أكتر نخلي بالنا قوي من بلدنا. بناتي وأبنائي شباب مصر أملها وحلمها، السيدات والسادة، الحضور الكريم، أقف اليوم متحدثا إليكم وقد امتزجت في نفسي السعادة والأمل. السعادة لأنني في وسط أبنائي وبناتي من شباب مصر، والأمل الذي رأيته على مدار اليومين الماضيين حين كنت محاطا بالشباب ومحاورا لهم ومجيبا لتساؤلاتهم أو مستمعا لأفكارهم ورؤيتهم وتصوراتهم للمستقبل. والحق أقول لكم من على هذا المنبر ووسط هذه الكوكبة من كافة أطياف وممثلي المجتمع المصري أن شباب مصر كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وجاءوا إلى هذا الملتقى حاملين سلاح العلم والحداثة ورافعين راية الحماس والتحدي، وحققوا الهدف المنشود في صياغة ورقة عمل وطنية تكون دليلاً للدولة المصرية حكومة وشعباً للوصول إلى هذا الهدف، وهو الحفاظ على بقاء الدولة المصرية وإعادة بنائها لتكون بحق دولة مدنية حديثة وديمقراطية. دولة مدنية حديثة وديمقراطية قادرة على التطور والنمو بسواعد أبنائها. أبنائي وبناتي السيدات والسادة، لقد كانت فاعليات وأحداث المؤتمر بجلساته العامة وورش العمل التخصصية وجلسات الحوار والنقاش فرصة عظيمة كي نتبادل جميعا وجهات النظر ونستمع إلى الرأي والرأي الآخر دون إقصاء أو تهوين أو تخوين، كما كانت التجربة ناجحة في أن تثبت لنا أن شبابنا قادر على اتخاذ المسار الديمقراطي لإثبات وجوده وتحقيق ذاته والتعبير عن آماله وطموحاته. وهذا هو عهدنا بشباب مصر، فكما أكدت سابقا عن يقين لا يحتمل الخطأ بأن شباب مصر هم الأكثر تفانيا وحماسا، وطالما وجدوا فرصتهم
في التأهيل والتدريب والتوعية، فإنهم يصبحوا قادرين على تخطي الصعاب ومواجهة التحديات وتحقيق غاياتهم وإعلاء كلمة وطنهم لتصبح هي العليا بين الأمم. السيدات والسادة الحضور الكريم، إن مصر دولة شابة وشبابها بقدراتهم وحجمهم الكبير كماً ونوعاً يمثلون ثروة قومية لأمتنا، يجب استثمارها وتوظيفها لتكون قوة دافعة لمسيرة التنمية وضلعاً أساسياً من أضلاع منظومة الدولة ورقماً فاعلاً في معادلاتها. وطبقاً لما أجريناه من أبحاث للرأي العام بين الشباب وما أعددناه من دراسات للتعرف على أنساق اهتماماتهم وتقييم قدراتهم، فإن الدولة قد كونت صورة واضحة جلية عن أنماط اهتمامات شرائح الشباب المختلفة، وتبلورت لديها الرؤية الكاملة حول سبل معالجة قضاياهم ومراعاة أولوياتهم العلمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية، مع الحفاظ على قنوات اتصال حيوية وفعالة بين الدولة بكل مؤسساتها وبين الشباب وبين الشباب من مختلف الفئات، قائمة على الحوار وتبادل الرؤى على أسس وطنية وموضوعية. وخير مثال على ذلك ما تم انتهاجه من قواعد ومحددات خلال جلسات محاجاة الدولة المصرية التي قام بها شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة. واسمحوا لي أنا هخرج عن النص هنا وأكد لكل شباب مصر، هو هتفتكر إن إحنا هندي اهتمام لمجموعة ونسيب الآخرين؟ لا، أنا بكلمكم كلام أرجو إنه متشكر جدا. أنا قلت إني عايز الشباب قدامي مش ورايا، لكن خلي بالكم لكل شباب مصر، اوعوا تتصوروا إن إحنا نولي اهتمام لمجموعة من الشباب دون الآخرين. الكل، كل شباب مصر على الرأس وجوه العين. يمكن لو أضفت لكم يعني مزيد من الشرح ده، لما عملنا التجربة دي هي كانت محاولة مننا إن إحنا ناخد مجموعة نبتدي نديها فرصة، ومستمرين في هذا الموضوع. لكن تتصوروا إن إحنا هنقدر نعمل ده لكل شباب مصر؟ يا ريت. بس اللي أنا عايزه يا ريت يوصل لكم كلكم وأنا بتكلم معاكم دلوقتي، إن أنتوا تكونوا متأكدين إن الأب الحقيقي بيحب كل أبنائه. وبيتمنى بجد، شكرا، وبيتمنى بجد والله العظيم أنا أتمنى إن يكون هنا في المكان ده شاب من شباب مصر واقف مكانه. أبنائي وبناتي، السيدات والسادة، لقد كان يقيني في أهمية الاستثمار في شبابنا كمشروع قومي لإنتاج الطاقات الفاعلة في الدولة، هو المحفز كي تتولد لدى الدولة إرادة واقعية للاهتمام بالشباب ورعايته وتوظيفه في الدور الذي يتماشى وحجم قدراته. ولذلك فمنذ أن توليت المسؤولية فقد أوليت الشباب رقما متقدما في أجندة عمل الدولة، وكان إطلاق عام 2016 عاما للشباب المصري لتوحيد الجهود داخل أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع لتحقيق طفرة محسوسة في هذا الملف.
الذي طالما عانى من الإهمال والتهميش، ولعل انطلاق حزمة المشروعات القومية الكبرى هو خير دليل على أننا نسعى لبناء المستقبل لشبابنا من خلال تعظيم أصول الدولة وتوفير القدر اللازم من البنية التحتية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية. أبنائي وبناتي، على مدار العامين السابقين كنت حريصا دائما على لقاء فئات مختلفة من الشباب بشكل دوري والاستماع إليهم والحديث معهم، وكم كانت ابني هذه اللقاءات لما ألمسه خلالها من روح وطنية متجردة ومتحمسة، حتى وإن كان من بينهم من هو متحفظ أو مختلف، فكل شباب مصر أبنائي، كل شباب مصر أبنائي. وأنا حريص على الاستماع إليهم دون تحفظات أو محددات معينة، فالهدف الأسمى هو مصر ونهوض أمتنا، وهو الهدف القادر على خلق مساحات مشتركة تجمعنا جميعا. أبنائي وبناتي، شباب مصر، السيدات والسادة، بعدما رأيت وسمعت وسمعت خلال فعاليات هذا المؤتمر، فإنني قد قررت أن أدعوكم جميعا داخل هذه القاعة وخارجها إلى العمل على استمرار هذا النموذج المحترم من حالة الحوار الإيجابي بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع وشباب مصر العظيم، وهو ما يفرض علينا أن نحافظ على تنظيم المؤتمر بشكل دوري في نوفمبر من كل عام، ويسبق تنظيم عدد من الفعاليات وورش العمل وأنظمة المحاكاة للوصول إلى الأهداف بشكل أشمل وأفضل، ولتكن هذه الحالة المتولدة في هذا المؤتمر مستمرة وأكثر انتشاراً في جميع ربوع الدولة. السيدات والسادة، شباب مصر، إن حجم التحدي الذي يواجه الدولة المصرية كبير، وحجم التغيرات التي يشهدها العالم والإقليم تحتم علينا جميعاً الانتباه والاستفاف ما دام المصريون على وعي بها ومستفهون في مواجهتها. ولذلك فإنني أدعو من هنا وأمام ممثلي المجتمع المصري وشبابه أن نخلق فيما بيننا حوارا دائما ومساحات مشتركة نجتمع عليها جميعا دولة وشعبا، ولا نستثني منها إلا من سلك العنف ومنهج الإرهاب. وبرضو اسمحوا لي هنا في النقطة دي أقول لكم، صحيح مصر تسعنا كلنا، لكن ما فيش مكان أبدا للي عايز يأذينا ويأذيها، ملوش مكان. اللي عايز يعيش بيننا بسلام، احنا كلنا مصريين، ولتكن هذه المساحات المشتركة سبيلا لنا لنواجه التحدي ونعبر نحو المستقبل ونبني دولتنا الحديثة. أبنائي وبناتي، شباب مصر العظيم، وإيمانا للنهوض بوطنكم وإيجاد مسار وطني ناجح يحقق آبالكم، فإنني قررت الآتي: تشكيل لجنة وطنية من الشباب وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا
تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية، وبالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة على أن تقدم تقريرها خلال 15 يوم على الأكثر. لاتخاذ ما يناسب من إجراءات في حدود الصلاحيات المخولة دستوريا وقانونيا لرئيس الجمهورية. قيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية بإعداد تصور سياسي لتدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية. سياسيا واجتماعيا وأمنيا واقتصاديا من خلال نظم ومناهج ثابتة ومستقرة تدعم الهوية المصرية وتضخ قيادات مصرية شابة في كافة المجالات. قيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة نحو عقد مؤتمر شهري للشباب يحضره عدد مناسب من ممثلي الشباب من كافة الأطياف والاتجاهات، يتم خلاله عرض ومراجعة موقف جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب وما يستجد بعدها وصولا إلى المؤتمر الوطني الثاني للشباب المقرر عقده في نوفمبر 2017 إن شاء الله. قيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة بتحبوا التظاهر أو كده طيب بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب خلال المؤتمر وإدراجها ضمن حزمة مشروعات القوانين المخطط عرضها على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي. قيام الحكومة بالإعداد لتنظيم عقد حوار مجتمعي شامل لتطوير وإصلاح التعليم خلال شهر على الأكثر. يحضره جميع المتخصصين والخبراء بهدف وضع ورقة عمل وطني لإصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية وبما يتفق مع التحديات والظروف والقدرات الاقتصادية التي تواجه الدولة، على أن تعرض الورقة مدعمة بالتوصيات والمقترحات والحلول خلال المؤتمر الدوري الشهري للشباب المقرر عقده خلال شهر ديسمبر القادم. دعوة شباب الأحزاب والقوى السياسية لإعداد برامج وسياسات تسهم في نشر ثقافة العمل التطوعي من خلال كافة الوسائل والأدوات السياسية، على أن تكون أولى قضاياها وموضوعاتها تبني مبادرة القضاء على الأمية بالمحافظات المصرية. تكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب للإسراع بالانتهاء من إصدار التشريعات المنظمة للإعلام والانتهاء من تشكيل الهيئات والمجالس المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي. قيام الحكومة بالتعاون مع الأزهر الشريف
والكنيسة المصرية وجميع الجهات المعنية بالدولة بتنظيم عقد حوار مجتمعي موسع يضم المتخصصين والخبراء والمثقفين، بالإضافة إلى تمثيل مكثف من الفئات الشبابية لوضع ورقة عمل وطنية تمثل استراتيجية شاملة لترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق ووضع أسس سليمة لتصويب الخطاب الديني في إطار الحفاظ على الهوية المصرية بكافة أبعادها الحضارية والتاريخية. وأخيرا فإنني على يقين لا يمتزج به شك بأن مستقبل أمتنا واعد وأن قوتنا في البقاء على مدار آلاف السنين هي سر عظمة شعب مصر، وأن شباب أمتنا هو كلمة السر في المستقبل وأيقونة التحدي في الحاضر. وستظل مصر باقية بسواعد شبابها، ودائما وأبدا نردد جميعا: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.